وبالتزامن مع مرور 34 يوما على طوفان الأقصى، رافق ذلك تصعيد في الضفة الغربية ما أدى لارتفاع عدد الشهداء في جميع محافظاتها إلى 18 شهيدا حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حيث سقط 14 شهيدا في مداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين للاجئين، وشهيدين ارتقيا في جنوب بيت لحم ودور جنوب الخليل، وشهيدا في مخيم الأمعري قرب رام الله، وشهيدا آخر في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.